أصدقائي الأعزاء في مصر والوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، حلقة مستعجلة جاية على الدليفري. ليه؟ لأن إحنا عندنا مشكلة مرضية في نبات التوم، وهو صدأ أو مرض صدأ التوم، مرض فطري لازم مكافحة ضرورية هنشوفه مع بعض دلوقتي في حلقة النهاردة، لأن هو ممكن يتسبب لك في خسائر للمحصول كله، فلازم أنت ما تستناش للمكافحة. حلقة مهمة جدا، خليك معايا. ورجعنا لكم تاني أصدقائي الأعزاء في حلقتنا الهامة الضرورية جدا النهاردة اللي كان لازم نعملها بخصوص مرض صدأ التوم. مرض صدأ التوم من الأمراض الشديدة اللي ممكن تتسبب في خسائر كبيرة جدا للمحصول. ومرض صدأ التوم يا جماعة مرض فطري. أول ما تعرف مرض فطري كده تعرف إنه على طول من أسبابها إن هو زيادة الري بتاعك أو الرطوبة الجوية، وإحنا طبعا هنا في محافظة مطروح عندنا رطوبة جوية، فلحسن الحظ أو طبعا لسوء الحظ إن إحنا كنا مثلا راويين راية مثلا، وبعدين فجأة جه اليوم اللي بعده مثلا رطوبة عالية، فابتدى طبعا تبقى ظروف ملائمة للفطر اللي اتسبب طبعا فيه اللي هو ابتدى ينتشر طبعا زي ما انتم شايفين في المحصول كله. فطبعا اهم الخطوات اللي انت لازم تعملها في البداية هو المكافحة، ان انت لازم تعمل برنامج وقائي عشان تقدر تتغلب على المرض او الجراثيم بتاعة الفطر اللي بتكون موجودة على الاوراق. وطبعا الإصابة على الأوراق بتبقى عاملة زي البصرات اللي لونها بني أو بني مسود، ودي بتخلي الأوراق بعد كده تصفر وبيضيع المحصول بالكامل. فانت طبعا على طول تجري على الصيدلية الزراعية أو محل مستلزمات الزراعة وتجيب مبيد فطري يقدر يشتغل على، لأن طبعا مسميات المبيدات الفطرية كتيرة جدا، في أزوكسيستروبين، في فيبوكونازول، في أسامي فعالة كتير، بس أنت بقى روح بقى هو هناك هيقولك المبيد اللي تقدر تشتغل بيه. عندك مثلا كبريت مايكروني في البيت مثلا تقدر تشتغل بيه برضو، تحط 1 جرام على لتر مية. أنا دلوقتي المبيد الفطري اللي جبته بحطه 1 جرام على لتر مية. أنت طبعا عايز للمساحات الكبيرة هتلاقي بقى إيه مكتوب على الروشتة. ليه؟ لأن أي مبيد فطري بيبقى ليه كمية معينة. أنا ممكن دلوقتي أقول لك مبيد يتحط مثلا بكمية معينة، لا، المبيد اللي انت هتشتريه مبيد تاني خالص هيتحط برضو بنسب تانية للفدان، فانت كل مبيد بيبقى ليه مكتوب كده في الفهرس ورا، هتلاقي كده الكمية قد ايه للفدان. فطبعا على طول بترش الرشة طبعا، وبيكون مثلا الرشة الصبح. حاول دايما ان انت تتجنب الري بالليل يا جماعة، وخصوصا في فترات الشتاء، اللي لان احنا مش ناقصين زيادة رطوبة، فانت ترش في الصباح الباكر بعد تطاير الندى او بعد الشبورة، وحاول تكرر بعد 3 أو 4 أيام، يعني حاول بعد 4 أيام على حسب شدة الاصابة. لو الاصابة خفيفة ممكن تخليها كل اسبوع، لو الاصابة شديدة قوي حاول خليها كل 5 أيام لحد ما نتغلب على المرض يا جماعة، لان المجموعة الخضر لو راح مننا يبقى باي باي المحصول كله بقى، يبقى خلاص، لان هو ده المخزن اللي هيتخزن بعد كده، لان الاوراق بعد كده بتنقل العناصر والغذاء لراس التوم تحت عشان تكبر، لان المجموع الخضر لو ضاع كده شكرا المحصول كله. وبعد ان شاء الله ما تتغلب على المرض كمل بقى البرنامج التسميد بتاعك، وكده ما اظنش ان الموضوع بقى هيكون صعب معاك. دي حلقة كانت مستعجلة كان لازم نتدخل بيها عشان نحاول نلحق بقى المحصول بتاعنا قبل ما يضيع، ونتمنى ان هو يكون موسم خير وان المحصول ما يتأثرش بسبب زيادة الرطوبة، اذا كانت الرطوبة الارضية او اذا كانت الرطوبة اللي في الجو. واشوفكم بقى على خير في حلقات تانية كتير. مع السلامة.